انا معاك لو في اي استفسار. يعني بعد مباراه الامس ما كانش في اي يعني كلام سلبي موجه من موسيماني للعيبه بين اللعيبه وبعضها، حد بيتهم حد بالتقصير او شايفين ان هم كان في حاجه في ايديهم يعملوها وما اتعملتش كما ينبغي؟ انت واضح من كلامك ان في حاله رضا للامر الواقع. طبعا يعني لا، ما كانش فيه اي يعني حاله تقصير خالص من كل لاعبي النادي الاهلي في المباراه، ولا حتى من المدير الفني. الكل عمل اللي عليه، كل اللي في ايده قدمه في المباراه دي، وما كانش يعني في نصيب ان الاهلي يعني يفوز في مباراه كبيره زي دي. طبيعي جدا يا كريم، خلينا نتكلم ان انت بتقابل بايرن اقوى فريق في العالم، يعني فالنتيجه منطقيه جدا ان انت تخسر من بايرن ميونخ. كانت هتبقى نتيجه تعتبر في اطار المفاجاه انك تفوز على البايرن. طبعا بالنسبه للنادي الاهلي، الفرقه كانت نازله امبارح عايزه تكسب، وده هدف النادي الاهلي وجمهوره دايما ايا كان انت بتلعب مين، لان انت نادي كبير وفريق عظيم جدا وتاريخ عظيم برضو بالنسبه للنادي الاهلي في كل الاحوال. لكن برضو البايرن فريق قوي جدا، وبعدين بقاله يعني سنين طول عمره بيلعب في مستويات عاليه، فطبيعي مستواه يبقى اعلى من النادي الاهلي في مباراه الامس عشان نبقى بنتكلم بواقعيه. لكن مفيش اي لوم على اي حد من اللاعبين، محدش قصر خالص ولا على الجهاز الفني، الكل عمل اللي عليه، كل قدم ما يملك في ارضيه الملعب. لكن هي دي كره القدم، وده الطبيعي ان تكسب مره وتخسر مره، ولما تخسر تكون على ايد بطل اوروبا، فاكيد مفيش حاله زعل كبير. طبعا كان في طموح ان انت توصل لنهائي كاس العالم، ده كان طموح النادي الاهلي وكان تمنيات كل جماهير النادي الاهلي، لكن مفيش نصيب. ان شاء الله تتعوض في المرات اللي جايه. انت دلوقتي بتلعب مباراه بطوله ايضا، هي مباراه المركز الثالث ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها، تقدر تجيب الميداليه البرونزيه، ويبقى يعني انجاز برضو من ضمن الامور الكتيره اللي الاهلي قدر يحققها في تاريخه يعني باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب.